البرنامج اسمه الجروب. فكرة الجروب كالتالي. طبعا محاكيكم أخوكم هاني مقبل، حياكم الله يا شباب. جوكر هذا البرنامج أو جوكر هذا الجروب. أحاول أن أوفق بين الجروبات الثلاثة، وأحاول أن نصل بشكل جميل لكل فائدة تطرح، لكل موقف طريف، لكل شيء ممتع في هذا البرنامج، برنامج الجروب. سيكون لدي ثلاثة أركان، هذه الأركان سيتنافس من خلالها الثلاث جروبات. الركن الأول هو ركن العائلة، والركن الثاني هو ركن الدردشة، والركن الثالث هو ركن أخبار الناس. بإذن الله تعالى ستكون الكثير من المنافسات، الكثير من المناوشات العفوية، الكثير من الأحاديث والسواليف الطريفة الظريفة بين شبابنا، شباب الجروب. بتجيني ثلاث فرق حتى يتنافسوا، وفي آخر البرنامج لابد أن يكون أحد هذه الفرق أو أحد هذه الجروبات سيحصل على المركز الأول. بإذن الله كلهم سيخوضوا مجموعة من الفقرات التنافسية حتى نخرج في نهاية البرنامج زي ما ذكرت لكم، طرفة، متعة، فائدة، قيمة، أشياء جميلة جدا بإذن الله تعجب من يتابعنا في هذا البرنامج. التصويت سيكون لكم أنتم دور جمهورنا الكريم في التصويت على هذه الجروبات الثلاث وفي الفقرات التي سيقدمونها، ومدى إتقان كل فريق وإبهار وإثارة المشاهدين الكرام بما يقدمون. كل يوم سيكون فريق في ركن معين، إذا كان الفريق الأول في ركن الأسرة، الفريق الثاني في ركن الدردشة، الفريق الثالث في ركن أخبار الناس. اليوم الذي يليه ستتغير الجروبات، اللي كان في ركن الأسرة بيجي في أخبار الناس، واللي كان في أخبار الناس بيجي في دردشة، وهكذا يعني ندور حول هذه الأركان. ركن العائلة طبعا معنا، ركن العائلة هذا الركن الجميل المظلم الآن، العائلة ترى نائمة لأنهم يناموا بدري صراحة، فإحنا ما ودنا نزعجهم اليوم لكن بكرة بنخرشهم إن شاء الله تعالى. أخبار الناس هنا، أخبار الناس طبعا هنا جو سووا أخبار وعلوم وكذا ومشوا، فما في أحد الآن موجود. هذه الجلسة جلسة دردشة اللي إحنا بنطقطق عليها اليوم وبنروق وبنستمتع إحنا وياكم مع مدراء الجروبات. هم يسمونهم مدراء الجروبات، وليش يسمونهم قادة الجروبات، مشرفين الجروبات؟ أنتوا جاوبوا يا جمهور الكريم، مدير الجروب يا مدير، ذكرتني يا أخ، ذكرتوني يا عبد الله حبيب، وين عبد الله حبيب يا شباب؟ يا مدير الجروب. طيب هي ثلاث جروبات إن شاء الله، مدراء جروبات. فقرة ركن العائلة بنستقبل العديد من الاتصالات ونقاشات عن كيف نستخدم الواتساب استخدام فعال ومثالي، وسنستعرض نماذج حقيقية من جروبات عائلية وسنتحدث عنها بإذن الله تعالى. وأيضا سيتحدث الفريق الثاني أو نفس الفريق في فقرة أخرى، سيتحدثون عن مبادرات عائلية ومدى نجاح هذه المبادرات. وزي ما قلت لكم هذا إذا كان في ركن العائلة. اليوم الثاني مثلا سنأخذه في ركن أخبار الناس. ركن الأخبار ستأتي أخبار معينة طبعا، لكم حقية في مشاركة جميع الجروبات جمهورنا الكريم، وستظهر مشاركاتكم من خلال الجروبات بتشوفونها في الشاشة. نقيم هذا هاشتاق البرنامج ظاهر معنا على الشاشة الآن، برنامج الجروب، برنامج الجروب. أي مشاركة لكم، أي تصويت، أي اختيار سيكون عن طريق هذا الهاشتاق الجميل. في ركن الأخبار سنقيم أخبار الناس طبعا، سنقيم الأخبار التي ستعرض لنا ومدى تميز هذه الأخبار ومدى غرابتها، وأيضا أمر مهم جدا 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 وهو مدى صحة هذه الأخبار. تدرون ليش؟ لأن أكثر الشائعات اللي تأتينا اليوم هي بسبب، أنتم تدرون، بسبب الجروبات والواتس أب تحديدا.
وبعدين بندرس حالة من حالات الواتساب لأحد الشخصيات و يعني نسولف وندردش حولها. هذا المكان اللي أنا جالس فيه هذا جروب الدردشة، جروب الدردشة يجمع الجميع ونقعد نسولف وندردش، مرة هم يدردشون وأنا أستمع، مرة أنا أدردش وهم يستمعون، مرة أبو غرسة يدردش ومعاذ يستمع، مرة صالح يبربس والشباب يستمعون غصب، يعني الله يعيننا الله يعيننا. بس في جروب الدردشة في محورين رئيسيين على كل فريق من الفرق الثلاث إثراء هذان المحوران. الفقرة الأولى ستكون هناك استضافة في ركن الدردشة وستكون مفاجأة لنا جميعا، ونبي نشوف مدى إبداع كل فريق في استضافة شخصية مميزة وجميلة بإذن الله تعالى. أيضا الفقرة الثانية سنتحدث عن جروب تخصصي، وسيكون معنا أحد أعضاء هذا الجروب. إيش القصد بجروب تخصصي؟ في جروبات منشأة وهي جروبات مشهورة ومعلومة ولها صيت، هذه الجروبات لها نشاطات مميزة ولها إبداع جميل جدا وخدمة للمجتمع وخدمة للكثير من الناس في مجالات معينة وفنون متعددة. سنتحدث عن أحد هذه الجروبات المميزة وسنستضيف أحد أعضاء هذا الجروب، إما قائد أو شخص معروف في هذا الجروب. في ركن يا جماعة، هذا الركن المفضل حقيقة، وهو ركن الحظر. ركن عارفين الحظر وش هو الحظر؟ حظر يعني ما جاز لك أبو غرسة، عطى حظر، يقدر يرسل من الحين لين بكرة ما يوصلني شيء، لا أشوفه ولا يشوفني. صالح ضيق صدري أعطيه حظر، معاذ العيد ضيق صدري أعطيه حظر، وممكن تطن معي أعطي ثلاثة كلهم حظر وأخذ الحلقة كلها ساعتين بالحالي. كيفي كيفي أركاني، هذه أركاني وأنا الجوكر، أنا هنا الجوكر في هذه في هذه الأركان كلها. اتفقنا؟ لأن يطلع واحد يزعجني يقول كيني مين وشغلات زي كذا. واضح شباب؟ ترى موجودين قدامي قاعدين يسمعون، إياك أعني واسمعي يا جارة. الركن اللي هناك هذا ركن أي واحد يخالف شروط البرنامج، المبادئ اللي قام عليها البرنامج، المبادئ حسيت أني في بعض الشغلات اللي أعطيناها الشباب ولازم يمشون عليها، إذا لم يلتزم أحد من المتسابقين أو من المشاركين بهذه الشروط فالحظر مكانه. لي حق أن أحظر أي شخص من القائد، من قائد الجروب إلى أي عضو مشارك في هذا الجروب، ويمكن ترى لأني أنا أحيانا أعصب ترى ممكن أحظر المخرج. لا تصدق أستاذ أشرف، كيف حالك أستاذ أشرف؟ ساك طيب؟ أمزح معك والله أمزح. عموما هذا كل ما في هذا البرنامج باختصار، وإن شاء الله مع بداية البرنامج ستظهر كل معالم وملامح وفكرة هذا البرنامج الجميل. جمهورنا الكريم، عندكم مساحة كبيرة من المشاركة في هذا البرنامج من إثراء هذه الجروبات الثلاث، وتستطيعون والمجال مفتوح لكم. أيضا لكم مساحة ملؤها الحب وملؤها الود وملؤها الإخاء في التصويت للجروبات الثلاث. في أيضا فقرة من الفقرات اللي ستكون خاصة لكم أنتم، وهي مسابقة للجمهور. المسابقة سيتم تقديمها بإذن الله تعالى في الثلاثة أيام الأولى، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء. في كل يوم سيكون معنا فائز بخمسمائة ريال، ستوزع الجائزة هذه إن شاء الله يوم الأربعاء من كل أسبوع. يعني يوم الأحد مسابقة وخمسمائة ريال، والاثنين مسابقة خمسمائة ريال، والثلاثاء مسابقة وخمسمائة ريال، 1500 ريال. نظهر الفائزين إن شاء الله ونوزعها يوم الأربعاء 1500 ريال. هذا باختصار ملامح برنامجنا، برنامج الجروب. زي ما قلنا لكم الهاشتاج اللي معنا هو هاشتاج برنامج الجروب،
يعني لا أحد يروح يا أخوان مدراء الجروبات الله يجزاكم خير ولا الأعضاء، لا يجي واحد يجتهد يروح يكتب في الجروب في 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 تويتر يحط هاشتاج من راسه الحظر بانتظارك. طيب هذه هي كل الفكرة بمختصرة. أكيد أنكم مشتاقين تشوفون مدراء الجروبات اللي صراحة غثوني، وإحنا ما بعد بدينا البرنامج ولا أدري شو أنا بستمر معهم خلال فترة الصيف، الله يعيني والله يعينكم جمهورنا الكريم، لكن خلوني أرحب فيهم، ما أقدر إلا أرحب فيهم، شو سوي؟ ما أقدر.